أعلنت السلطات الليبية عن استمرار إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع تونس إلى حين استعادة الوضع الأمني في المعبر، ذلك غدا تبادل لإطلاق النار من الجانب الليبي. أكد وزير الداخلية الليبي عماد طرابلسي أن معبر راس جدير سيبقى مغلقا إلى حين السيطرة عليه من قبل السلطات الليبية، مستنكرا الهجوم الذي تعرض له رجال الأمن. ومعنا من تونس المحلل والسياسي المختص في الشأن الليبي غازي معلا. أستاذ أهلا بك. الثلاثاء المنصرم، أغلق معبر راس جدير الحدودي الرئيسي مع تونس، لماذا تستمر السلطات الليبية في قرار إغلاق هذا المعبر؟ نعم، منذ 3 أيام وقع إغلاق المعبر الحدودي بين الرئيسي ما بين تونس وليبيا راس جدير، وذلك بعد أن حاولت قوات تابعة لوزارة الداخلية الليبية السيطرة على هذا المعبر الذي تسيطر عليه الحقيقة أو تسيره الحقيقة منذ سنوات عديدة مجموعات تابعة في الأصل الحقيقة لوزارة الداخلية، لكن ولاءها كما تعلمون في ليبيا هناك ولاءات مختلفة للمدن والأحزاب والكيانات السياسية الأخرى، والذين كانوا يسيطرون على هذا المعبر هم ينتمون إلى مدينة الزوارة الحدودية، وولاءهم بين الطرفين يكون دائما لهذه المجموعات سواء كانت سياسية أو مجموعات التهريب، ولم يكن للسيطرة التامة لوزارة الداخلية على هذا المعبر. يبقى دائما أن المنظومة الإعلامية وكل ما له علاقة بالدخول والخروج والأختام وما إلى ذلك تبقى دائما مربوطة، المعبر مربوط مباشرة بالوزارة الداخلية وبالمركز في طرابلس. الهجوم الذي قامت به المجموعة القوات التابعة لوزارة الداخلية ولم تتمكن الحقيقة من السيطرة ومن استرجاع أو أخذ المعبر، وكانت هناك اشتباكات عنيفة. سيد غازي، كيف تأثرت الحركة التجارية وكذلك السفر بعد إغلاق هذا المعبر، وما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومتان سواء في تونس أو في ليبيا للتعامل مع تداعيات هذا الإغلاق؟ لغاية هذه الساعة المعبر مغلوق، ليس هناك مرور لا للأفراد ولا للبضائع، وهذا يضر أيما ضرر بالناس والمتساكنين في المناطق الحدودية، لأن هناك تجارة بينية كبيرة وكبيرة جدا، كما أن هناك أعداد آلاف كبيرة جدا من الناس التي تمر من هذا المعبر من ليبيا إلى تونس ومن تونس إلى ليبيا، لأن المعبر الثاني الحقيقة هناك معبرين فقط ما بين تونس وليبيا، هناك معبر في أقصى الجنوب ومعبر في بوازن لكنه بعيد جدا. المعبر الذي يرتاده 80 أو 90% من الذين يجتازون الحدود في اتجاه أو ذاك هو معبر جدير المغلق حاليا، مغلق غلقا تاما، الشاحنات متوقفة على الجانبين، السيارات الشخصية والفردية لا تمر. الحقيقة هناك مشاكل عديدة، لأن هناك عديد من الناس الذين يريدون الذهاب من ليبيا إلى تونس للعلاج وإلى ذلك ما إلى ذلك، وخاصة أن هناك من يذهب إلى ليبيا من تونس إلى ليبيا للتجارة. الحقيقة كل هذه النشاطات توقفت تماما، والحكومة التونسية تسعى لإيجاد حل لتهدئة الأمور، لكن لغاية هذه الساعة لم تأتي أكلها. طيب، من تونس المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي غازي معلا، شكرا لك على هذه المشاركة.